السلام عليكم يا شباب، نبتدي بقى في حل المسائل بتاعة شيت رقم 6. هنطبق بقى الكلام اللي احنا قلناه في الريفيو، يا رب يكون مفيد. أول مسألتين عندنا في الشيت تطبيق على الاستيشنري كيس، فهتبقى حاجة بسيطة. كل الحكاية إنك أنت بس إيه تطبق الأبروتش الأولاني ده وتمشي إيدك في حل المسائل بتاعته. فهنحل الجزء الأولاني من المسألة الأولى. الجزء التاني تيبيكالي هو الجزء الأولاني بس عن نقطة تانية. المسألة الثالثة بس هنتكلم عن فكرة صغيرة فيها، لكن هي مش هتحتاج إنها نحلها بالكامل. تمام كده كده يعني المسألتين شبه بعض جدا. بعدين عندنا المسائل بعد كده رقم 3 و4 و5 أفكار مختلفة، فإيه فهنعدي عليهم كلهم فعلا وهنحاول نحل فيهم على قد ما نقدر. نتكلم عن المسألة رقم 1 الأول. طب هو بيقول لك كرود اويل، مديك الاس جي بتاعته، دي بروبلم نمبر 1. بروبلم نمبر 1، ايه الجيفنز اللي عندنا؟ اس جي بكام يا فندم؟ 0.95، ومديني السيستم بالمنظر ده، فايل عامله حرف عامله يعني شبه حرف ال ال كده، اكستنشن من فوق. تمام، متثبتها من الناحية دي ومتثبتها من الناحية دي، وموصل بريشر جيج هنا الحتة دي، قايس بريشر وموصل بريشر جيج هنا عند الحتة دي وقايس بريشر، ومدي ايه كمان؟ مدي لينث هنا لهنا، سنتر لاين ده للسنتر لاين ده، ال ال ب 20 متر 20 متر، البريشر هنا تساوي 3.32 كيلو باسكال، والبريشر هنا القراية بتاعته 3.45 كيلو باسكال. تمام كويس أوي. الدايمتر بتاع ال 5 دي 0.4 متر، ومديك كيو كمان على الرسمة، كل الكلام ده على الرسمة، كيو 0.58 كيوبيك متر بير سكند. تمام كويس كده. فقال لك the flow rate is 0.58 كيوبيك متر بير سكند and the gauge pressures are shown in the diagram. كويس، وفر عليك انك انت تحتار، مع انك انت ما كنتش هتحتار كتير لان ال pressure gauges بتقيس gauge pressure، إلا إذا قال لك إن الـ pressures دي متقاسة absolute أو القيم اللي هو مديها لك دي absolute. Determine the force and torque that are exerted by the pipe assembly on its supports. طيب بالنسبة للـ forces إحنا عارفين هنطبق الـ linear momentum، مش جايين نطبقه دلوقتي هنا في المسألة دي. عايزين نطبق إيه؟ الـ angular momentum علشان نعرف الـ torque اللي بتأثر على، قال لك are exerted by the pipe assembly on its supports. أنت عندك two supports كده، هو عندك السبورت ده وعندك السبورت ده، لو سمينا ده A وده B يبقى انا محتاج ان انا اطبق الانجلر مومنتوم ايكويشن على ايه، او حوالين ايه مره وحوالين B مره، واطلع المومنت هنا واطلع المومنت هنا. طيب تعالى نطبقها عند ايه ونشوف النتيجه هتطلع، هنطبقها ازاي والنتيجه هتطلع ازاي ساعتها، ونقدر ساعتها نكمل السوليوشن بتاعنا منتهى البساطة. نقدر نعمل نفس الكلام يعني عند B. طيب عندي إيه مثلا؟ أدي نقطة A. تمام؟ نفس الكلام اللي إحنا عملناه لما ضربنا مثال من في الجزء بتاع الريفيو. فين الكنترول فوليوم بتاعك يا أستاذ؟ أدي كنترول فوليوم، لو واخد الإنلت والأوتلت بتاعك معايا في الاعتبار، أهو أدي الكنترول فوليوم بتاعك يا فندم. البريشر هنا بيأثر في الاتجاه ده، البريشر هنا برضه بيأثر في الاتجاه ده، ما تنساش اللي احنا كنا بنعمله في اللينير مومنت. طيب ده هنا P1 P2 أو سوري PA، وده PB أو دي نقطة B مثلا. حلو، اتكلم عن البودي فورس، ما اتكلمش عن البودي فورس في حاجة. اديني ال Q عند ال ended، طبعا هي نفس ال Q عند ال outlet بالكونتينيوتي. الورسي طبعا المطلوب، معلش نكتب المطلوب عشان نبقى منظمين كده،
كويسين. الجيفنز الباقي على الفجر ال requirements عايزين MA MB. طيب MA نقدر نحسبها apply moment of momentum equation about point A. تمام، يبقى summation moments حوالين A هتساوي ال M dot عند ال outlet، هي ال M dot عند ال inlet، فهنخليها M dot واخدها common factor. وبعدين هقول ال velocity عند B يبقى VB for B ناقص BA RA. طبعا عارفين ايه هي RB و RA. طيب RA واضح كده من السولوشن او واضح من المسألة ان الارم بتاع الفلوسي عند A، ان الفلوسي بتمر بA وبالتالي الارم بتاعها بزيرو، الترم ده بزيرو. طيب بالنسبة للترم بتاع المومنتس نسينا حاجة مهمة جدا، ويوريك انك انت دلوقتي لحد دلوقتي انت لسه ما احتجتهاش، ما تنساش تحطها برضو، ان ده الاتجاه مثلا بوزيتيف بتاعك، تحدد الاتجاه اللي انت هتحل عليه المساله. اوكي، انا خدت الاتجاه ده بوزيتيف وفرضت المومنت هنا، احط المومنت اللي عندي زي ما حطيت الفورسز كده اهو، يبقى ده ام اي. ماشي يا سيدي، تمام. طيب ادي ام اي يا سيدي، وايه كمان؟ يبقى ام اي ده الاتجاه البوزيتيف بتاعها زائد البريشر بي اي بيعدي من النقطه دي، BB هيبقى حاجة تانية. BB هيبقى عبارة عن PB مضروب في الأريا، أدي الفورس، الأرم بتاعها هو المسافة L، والفاليو بتاعتها لو كان BB في الاتجاه ده اللي هو يعني however يعني الجيومتري كان متغير وكان BB بيأثر في الاتجاه ده، كنت ساعتها أحطه بالماينس، يعني عشان هو بياخد في نفس الاتجاه البوزيتيف اللي أنا فرضته، سايبه بالبوزيتيف زي ما هو، هيساوي M دوت. Okay. VB بقى بيعمل الاتجاه بتاعه ايه؟ positive ولا negative؟ VP حضرتك V اهو بيعمل الاتجاه دوران negative، يبقى VP minus ال value اللي انا هحسبها اللي هي عبارة عن Q على ال pi over 4D square مضروبة في RB اللي هي ال L برضو، واقفل القوس بتاعك. طيب M دوت بتساوي ايه؟ M دوت حضرتك بتساوي رو في ال V اللي انت حسبتها دي برضه، ما هو ال absolute وال relative هنا واحد، دي square مفيش absolute و relative هنا، مضروبة في الاريا اللي هي باي over 4 دي square. ليش سرحت؟ كان ممكن نقول رو في Q على طول لانك انت معاك ال Q already. تمام؟ طيب كويس جدا. بيبي معايا الفاليو بتاعتها بالكيلو باسكال، حولها الباسكال، الاريا باي اوفر 4 دي سكوير هتحسبها كده كده، ال L المسافة 20 متر، رو المفروض معاك ال specific gravity تضربها في 1000 يطلع 950، دي قيمة الرو، ال Q هو مديها لك بكيوبيك متر بير سكند كتر خيره، ال Q اوريدي قلنا ذكرناها الدايمتر تمام، ال L معايا كل حاجة، أقدر أحسب ال MA. طيب MA هتطلع معايا لو بصينا كده وهنلاقي ان الترم ده لو وديته الناحية التانية هيروح بنيجاتيف ساين او ماينس ساين، ساعتها الترمين هيبقوا ماينس ساين بيتجمعوا على بعض، يبقى ساعتها هيطلع لك ترم واحد القيمة بتاعته 8852699.7 نيوتن متر. متنساش انك انت بتحسب مومنت، وبالتالي هو بيأثر عكس الاتجاه اللي انت فرضه بوزيتيف ده، يعني المومنت عند النقطة دي هيبقى في الاتجاه ده. تمام؟ نفس الكلام تقدر تكرره عند النقطة B وتحسب المومنت عند أو حوالين النقطة B. تمام؟ طيب كويس جدا، ده بالنسبة للمسألة دي. عايز تحسب الفورسز بقى أو رياكشن فورسز نتيجة المومنتوم، طبق لينير مومنتوم على المسألة وتقدر تحسب الفورسز زي ما انت عايز. طيب كويس جدا، المسألة الثانية
problem 12 او problem 2 sorry problem 2 ايه الفكرة الجديدة اللي فيها؟ هو actually ما فيهاش فكرة جديدة، وكل الحكاية ان البايب بس مش بشكل حرف ال كده ومتثبتة في النص بتاعها، يعني عاملة زاوية 45 درجة. تعال نشوف ايه بس الحاجة الجديدة اللي فيها. هو في الواقع يعني هي ابسط من مسألة، يعني مديك بايب بالمنظر ده وقال لك هي متثبتة عند نقطة زيرو، نقطة زيرو هنا متثبتة يعني، ومديني الديامتر، مديني الكيو، مديني الزاوية دي 45 درجة، ومديني المسافة، مديني المسافة ما بين اللاين ده، السنتر لاين ده، السنتر لاين ده والنقطة دي 0.5 هنا، تمام. مديني كيو problem 2، ومديني الدايمتر، تمام، ويقول لك ان ده نوع من الالبوس. طيب ايه المطلوب؟ قال لك ان اللي بيفلو في البايب دي واتر. ايه المطلوب يا سيدي؟ قال لك find the moment required about point zero to prevent rotation of the two pipes. يا ترى ايه المومنت لو انا هثبتها، ايه المومنت اللي انا احطه عند النقطة دي علشان امنع الدوران بتاع السيستم ده لو انا ما ثبتهاش لما يمشي فلو فيها. بسيطة، اطبق الانجلر مومنتم ايكويشن حوالين النقطة زيرو واحسب المومنت الناتج ساعتها، وبالتالي هيبقى المومنت اللي انا المفروض احطه هيبقى عكس المومنت اللي انا حسبته ده. طيب حلو قوي، ايه بقى اللي هحسبه؟ هحط ايه؟ ده انا لو كان عندي values of pressure واحدة، يعني انا عندك pressure هنا وعندك pressure هنا، هاخدهم في الاعتبار، لكن طالما هو ما ذكر ليش ال values يبقى انا مش هقدر اخدهم في الاعتبار، تمام؟ يبقى انا ساعتها مش هقدر ادخل ال pressure معايا في القصة، لانه ما قالش اي كلمة عن ال pressure. إذن إيه الفورسز اللي داخلة معايا؟ مفيش فورسز خالص، حتى ما اتكلمش عن البودي فورسز. كل اللي أنا أقدر أدخله في الاعتبار إن في مومنت هنا أنا محتاج إن أنا أحسبه وأفرضه في الاتجاه ده، يبقى ده إم أو مثلا. كويس، السرعة، متجهات السرعة عندك عاملة إيه؟ أهي ده متجه السرعة اللي داخل، وده متجه السرعة اللي خارج. جميل، كويس، يبقى ده في إن وده في أوت. واضح ان هما بيساووا بعض او الماجنتيود بتاعهم بيساووا بعض عشان خاطر الدامتر واحد، ماشي، هو معايا كيو ومعايا الدامتر، الدامتر معايا، وبالتالي الفلوستي ان او اوت هتساوي كيو على باي اوفر 4 دي سكوير، دي الفلوستي الماجنتيود بتاعها. هطبق الانجلر مومنتم، هيبقى عندك في مومنت واحد بس في الاتجاه ده، وقلنا الاتجاه ده بوزيتيف مثلا، يبقى ام زيرو او ام نود بتساوي ام دوت ان هي ام دوت اوت، طلع ام دوت بره. اوكي، الفلوستي والارم، ده الارم بتاع الفلوستي دي وده الارم بتاع الفلوستي دي، يبقى ساعتها عندك الارم هو 0.5. بس يا ترى الارم ده او الفلوستي عند الاوتلت بتعمل بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بتعمل نيجاتيف، يبقى ماينس 0.5 V out ناقص. طيب الإشارة بقى بتاعت دي هتبقى positive ولا negative؟ هتبقى positive. ناقص دي بتاعت ايه؟ بتاعت الإيكويشن أصلا، طب في دماغك ما تنساش إن في ناقص في الإيكويشن غير الإشارات اللي أنت بتحسبها من المومنت، من الفردية بتاعت الإشارات بتاعتك في المومنت. يعني أنت بتقول القيمة دي ناقص القيمة دي، القيمة دي positive ولا negative؟ اللي بيحددها الإشارة اللي أنت بتحطها في الأول وبتمشي عليها، القيمة دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نفس الكلام، اللي بيحددها الإشارة اللي أنت بتحطها وبتمشي عليها. فأنت جيت قلت الأوت ناقص الإنلت، طيب الأوت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بصيت لقيت إن الأوت عكس الاتجاه اللي أنت حاطه، فحطيته نيجاتيف. ناقص الإنلت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لقيت إن الإنلت بوزيتيف، فهنزله بإشارته بوزيتيف 0.5 في إن، اللي هي بتساوي في أوت أصلا. يبقى ساعتها الـ m dot هي عبارة عن الكلام ده، هيساوي m dot بتساوي ايه؟
تساوي رو في كيو اللي هو مديها لك، وبيقول لك water يبقى 1000 رو 1000 ناقص 0.5 في 2 بواحد يبقى ناقص V نود اللي هي Q على Y over 4 G سكوير. تمام، الكلام ده يساوي رو Q سكوير على Y over 4 G سكوير، هيطلع معانا ب 5092958، عكس طبعا الإشارة اللي انت فرضتها أو اللي أنا فرضتها يا سيدي، ما تزعلش، نيوتن متر. تمام، بسيط، مسألة كانت بسيطة ومباشرة، حلو جدا. طيب دي كانت آخر مسألة استشاري في الشيت، هما المسألتين اللي في الأول دول. تعال بقى نشوف الإيه المسائل بتاعة الروتيتنج، روتيتنج كنترول فوليوم. تقلق؟ لا ما تقلقش خالص. إيه بقى اللي مديهولك في مسألة رقم 3؟ قال لك calculate the torque required to drive the water pump shown in the figure at 300 هرتز سايكل بير سكند، اللي هو قال لك ان الروتيشن الريت اوف روتيشن بتاع البامب دي بيساوي 300 هرتز، ماشي. وقال لك انها بتدليفر واتر، واتر ات كيو بتساوي 3 كيوبيك متر بير مينيت، ماشي يا سيدي. وقال لك الرو بتاعة الوتر في الحالة دي 9.98 كيلو جرام بير كيوبيك متر. اوكي طيب، ايه اللي مديهوني في الرسمة؟ اديك رسمة عاملة كده اهو. قال لك يا سيدي ان ده الوتر او الامبلر اوفر ده السنتر لاين بتاعه مثلا، وقال لك ان عند النقطة دي في الامبلر مثلا الابسولوت فيلوسيتي عاملة زاوية 30، يعني بتدخل بتيجي اكسيال وبعدين وهي داخله بتدخل بزاويه 30، اوكي عامله زاويه 30 اهي درجه، دي الابسولوت فيلوسيتي في ابس عند الانلت، اوكي ده الانلت وده الاوتلت، يعني هي بتيجي اكسيال كده تبتدي تدخل على الانلت بتاع الروتر وتطلع من الاوتلت بتاع الروتر. طيب مديني ايه كمان؟ قال لك الريلاتيف فيلوسيتي عند الخروج هنا مثلا اهو، الريلاتيف فيلوسيتي في ريلاتيف عاملة زاوية 45 درجة. تمام ماشي. وايه كمان؟ وقال لك السمك بتاع الانلت ده سمك الانلت الاوتلت بالمقطع ده، المقطع يعني بتاع الامبلر او الروتور ده بالشكل ده كده، السمك بتاعه يعني عند الخروج السمك بتاعه او الارتفاع بتاع الخروج كده 10 سنتي، اللي هو البعد اللي لو انا ماسك الامبلر كده البعد اللي انا فاتح صباعي عليه ده من جوه ومن بره، ومن جوه 15 سنتي. اوكي في حاجه كمان، الانترنال راديوس والاكسترنال راديوس ار اي وار اوت، ده وده ار اي ار اوت بيساوي كام؟ 1.3 متر، والأوتر بوينت سوري ده الكبير هو 1.3 معلش 1.3 متر، والصغير 0.65. ماشي حلو، أنا معاك للآخر. ها خلصت كده؟ إيه الريكوايرمنت؟ ريكوايرمنت حضرتك إنك أنت تحسب لنا التورك، ماشي التورك المطلوبة عشان تدرايف الووتر بامب دي. عيني ناسي، نحسب لك التورك. تورك يعني انجلر مومنتوم ايكويشن، هطبقها فين؟ هطبقها عند السنتر لاين او عند السنتر بوينت اللي انت بتتكلم في بلين، البلين ده بس. طيب اوكي، يبقى انا هقول applying الانجلر مومنتوم ايكويشن، applying the angular momentum equation about center line center point or center of rotation.
and we have center of rotation alpha. ماشي يا سيدي، زي ما قلنا center of rotation في السيستم ده نقطة ثابتة، وبالتالي أنا محتاج الـ absolute velocity عند الدخول وعند الخروج عشان أعوض بيها في الـ angular momentum equation. ومش بس الـ absolute velocity، أنا محتاج الـ component tangential منها مش الـ absolute velocity كلها. تمام؟ يعني لو دي الـ absolute velocity عاملة 30 درجة، أنا محتاج الـ component اللي هي الاتجاه ده منها. طب هعرفها ازاي؟ ادينا هنشوف هنقدر نحسب ازاي ونتصرف ازاي. افتكر بس انك انت دلوقتي بتتعامل مع بام، يعني ال V absolute تساوي ال V relative سواء عند الدخول او الخروج زائد ال V body اللي هو بتاع الروتر. تمام؟ افتكر دي. طيب يبقى summation المومنت حوالين البوينت دي هتساوي انت عندك انلت واحد واوتلت واحد، هو صحيح محيطي عند الدخول وعند الخروج، ما عنديش مشاكل، ما عندناش مشاكل مع كده. يبقى هنقول ام دوت سواء عند الدخول او الخروج مضروبه في في عند الدخول radius سوري عند الخروج ار اوت مضروب في في ابسولوت تانجنشال عند الاوت ناقص ار ان V absolute tangential عند ال inlet. طيب جميل. طب بالنسبة لل M dot هي عبارة عن الرو في Q ده هنا. طب بالنسبة لل summation moments عندك forces؟ عندك أي حاجة تانية؟ لا، هفترض التورك في الاتجاه ده وأقول يبقى هيساوي الكلام ده هيساوي T. اوكي، احسب لنا التورك. خلاص يبقى تي بيساوي الليلة دي. يبقى أنا لو جبت في أبسوليوت تانجنشال عند الخروج وعند الدخول المسألة اتحلت. جميل، أحسبه إزاي بقى؟ تعالى نمسح الحتة اللي فوق دي ونحسب فيها. تعالى عند الدخول الأول، ماله الدخول؟ سوري، خلينا عند الخروج الأول. ماله الخروج يا سيدي؟ الخروج أنا إيه اللي عندي عند الخروج؟ أنا عندي إن الـ V relative عند الخروج عاملة زاوية 45 درجة مع الأفق. دي V relative ودي زاوية 45 درجة. تمام؟ وأعرف إن V relative زائد الـ V rotor بتساوي الـ V absolute. يعني لو كان عندي V rotor هنا و V body بمعنى أصح اللي هو هيساوي اوميجا في ار اوت. يعني انا عندي متجه هنا، لان انا قلت ان في ريلاتيف، اتفقنا خلاص، في ريلاتيف زائد في البودي بتساوي في ابسوليوت. انا عارف ان الاتجاه هيبقى تانجنشال بتاع النقطه دي في بودي هتساوي مجموع الاثنين على بعض هيساوي في ابسوليوت. تمام، كويس أوي. طيب أنا رسمت الكلام ده يعني كده إيه، just sketch عشان أفكر من خلاله. طيب أنا بقى محتاج مين؟ أنا محتاج الـ tangential component بتاعت الـ V absolute دي. أنا محتاج أعرف قد إيه دي، صح؟ كويس أوي. دي بقى عبارة عن إيه يا شباب؟ دي عبارة عن التانجنشال بتاع الريلاتيف، لو انت بصيت كده دي عباره عن مجموعه التانجنشال بتاع الريلاتيف فيلوسيتي زائد السرعه بتاعت الروتور. طب انا اعرف السرعه بتاعت الروتور هي اوميجا في ار اوت، يعني الحته دي انا عارفها، دي اوميجا في ار اوت. اوكي، طب الحته دي بقى هل انا اعرف الريلاتيف فيلوسيتي؟ انت تعرف حاجه عن الريلاتيف فيلوسيتي؟ افتكر كده. هنقسم الكيو على الاريا، سواء الاريا عند الدخول او الاريا عند الخروج، تديني الفلوستي الريلاتيف النورمال. الفلوستي الريلاتيف النورمال يعني تديني دي. هي دي الكيو اوفر اريا. ايوه يا فندم، هي دي الكيو اوفر اريا. طب والله كويس. طب انا معايا دي
لان انا معايا كيو ومعايا الاريا عند الخروج. ايه الاريا عند الخروج؟ باي دي عند الخروج دي اوت في المسافه ال 10 سم دي اللي هي هنسميها 10 سم، 10 على 100 دي الاريا عند الخروج. تمام، يعني الاريا عند الخروج في جيبك والكيو معاك هتحولها كيوبيك متر بير سكند. تمام، يعني هتقسمها على 60، 30 على 60. طيب جميل. طيب بعدين ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده يا سيدي انك انت هتقول طيب انا اقدر اجيب الحتة دي، المثلث ده الزاوية دي 45 درجة، انا اعرف الترم ده وعايز اعرف الترم ده بثلاث الترم ده. ما تعرفش حساب المثلثات ان الترم ده على الترم ده بيساوي تاني الزاوية دي؟ ايوه، يعني عايز تقول ان V relative normal على V relative tangential بتساوي tan الزاوية اللي هي 45 درجة. ايوه يا فندم، انا عايز اجيب دي. V relative tangential هتساوي V relative normal على tan 45. يعني هنكتب الكلام ده هنا، معلش همسح دول عشان الصبورة ضيع. تعالى بقى اكتب الكلام ده هنا، هقول يبقى ال V absolute tangential عند الخروج هتساوي الترم ده اللي هو أوميجا R out زائد الترم ده اللي احنا اتفقنا ان احنا هنجيبه V relative normal على tan 45 هتساوي الترم ده احنا حسبناه Q over area out، وقلنا area out اهي اللي هي الاريا الجانبية عند الخروج. اوميجا بقى احسبها منين؟ عن طريق الام. اوميجا دي اللي هي الدوران in radians per second. يبقى اوميجا لو انت معاك الفريكوانسي بتاعت الدوران اللي هي ان هتضربها في 2 باي تديك اوميجا، يبقى تضرب ان في 2 باي تديك الاوميجا. ان دي بالهرتز او السايكل بير سكند. تمام، كويس جدا. يبقى انا حسبت الاوميجا، الاوميجا بتساوي حسبتها هنا تو باي مضروبة في 300. طيب نكتبها هنا تو باي 300 في 1.3 ادي ده الترم ده كله زائد في ريلاتيف. طلعت في ريلاتيف في ريلاتيف نورمال اللي هي هتطلع 0.08.0815 على دي كانت عند الانلت ولا الاوتلت؟ هنطلعها عند الانلت الفاليو دي. عند الاوتلت هتبقى 0.612، معلش لا مؤاخذة، يبقى 0.612 هتتقسم على تان 45 تقوم مدياك ايه الفاليو الابسوليوت ال value tangential ال absolute velocity عند ال outlet اللي هي هتطلع ب 2450.5 meter per second. تمام، وتشيك ورايا في solution. احنا بس ايه متفقين مع بعض في السيستم بتاع الحل. اديني جبت الترم الاولاني ده الحمد لله، فاضل الترم الثاني اللي عند الاندت. طيب اعرف ايه عند الانلت برضو؟ انا عندي كيو وعندي الاري عند الانلت، وبالتالي اعرف الفي ريليتيف نورمال. واعرف ايه كمان عنده؟ مديني الزاويه بتاعت الابسولوت فيلوسيتي المره دي. يا ترى هقدر استفيد منها؟ على حسب فهمك اه تقدر. تعال نشوف ازاي. نمسح بقى ايه المثلث بتاع السرعات ده، ونجيب المثلث بقى بتاع السرعات عند الدخول. طيب تعال نشوف عند الدخول هيفيدنا في ايه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السرعة الابسوليوت عاملة زاوية كام؟ عاملة زاوية 30 درجة مع الافق، يعني دي 30 درجة ودي في ابسوليوت. انا متوقع ان انا هيبقى عندي الفي بتاعت الروتور هتبقى داخلة عليا كده اهو. هي قد ايه بقى؟ على حسب الفي ريلاتيف، ممكن تبقى لحد هنا والفي ريلاتيف عاملة كده اهو، ممكن تبقى لحد هنا والفي ريلاتيف طالعة كده على حسب السرعة اللي عندي. طيب هل في كلا الأحوال هل ممكن تفرق معايا؟ لا مش هتفرق معايا. ليه؟
لو كانت ال V relative عاملة زاوية كده دي V relative مثلا، هل ال normal component بتاعتها هتبقى حاجة تانية غير المسافة دي؟ اه دي هتفضل normal component. طيب لو انا مسحتها وحطيتها كده، دي ال V relative مثلا، وكانت سرعة البليد صغيرة، ما النورمال كومبوننت بتاعتها هي دي برضه، يعني ما فرقتش معايا في حاجة. لو كانت كده نفس الكونسيبت، لو كان كده مش هتفرق معايا. طيب خلينا نفرضها أي واحدة من الاتنين، خلينا نفرضها كده مثلا عشان احنا مش بنرسم تو سكيل، ما عنديش معلومة تقول لي إن كانت هتبقى كده ولا كده relative velocity. طيب خلينا نقول دي في relative، وأنا أعرف الكمية دي اللي هي Q over AI، اللي هي برضو باي دي اي، يبقى اي اي تساوي باي دي اي مضروبة في المسافة اللي هي 15 على 100. تمام. طيب يعني انا معايا الكمية دي، مش ناقص حاجة؟ الحاجة دي بقى حطها ايه في دماغك على طول بالنسبة للبامبس او بالنسبة للكيسز اللي زي دي، ان الكومبوننت النورمال بتاعه الريلاتيف فيلوسيتي بتساوي الكومبوننت النورمال بتاعه الابسولوت فيلوسيتي، وكنت تلاحظها برضه عند الانلت وعند الاوتلت، سوري تلاحظها عند الاوتلت برضه. تمام. يعني اقدر اقول ان في ريلاتيف نورمال بتساوي في ابسولوت نورمال، مظبوط اكوردنج للكلام اللي انت بتقوله ده، صح؟ طب هل دي تفيدني في حاجه؟ اه ده معناه انك انت دلوقتي بقى معاك ال V absolute normal، يعني انت معاك الكمية دي في المثلث ده، دي معاك وعايز تحسب دي، معاك الزاوية. يعني بتقول بمنتهى البساطة كده according للكلام اللي احنا قلناه مع بعض، ان السرعة دي according للمثلث او طبقا للمثلث ده، المسافة دي عن المسافة دي بتساوي tan 30. المسافة دي مين؟ النورمال اللي هي معاك، يبقى V absolute normal على V absolute tangential هتساوي tan 30. جميل، مفيش أحلى من كده. أنت كل اللي أنت عملته إنك أنت حطيت على الرسمة أو رسمت سكتش صغير كده الحاجات اللي أنت تعرفها، وقلت طب أنا لو حطيت الـ velocity الـ relative كده أو حطيتها كده مش هتفرق معايا بالنسبة اللي أنا أعرفه، بالنسبة للترم اللي أنا أعرفه اللي هو الـ component normal بتاعها مش هيفرق، هيفضل هو ده برضه، وهيفضل بيساوي الكومبوننت النورمال بتاع الابسوليوت، وده اللي انا كنت عايز اوصله. وبالتالي انا عايز اعرف الترم ده يبقى في ابسوليوت تانجنشال عند الانلت هيساوي في ابسوليوت نورمال عند الانلت على تان 30، وانا عندي القيمه دي اللي هي كيو على الكمية دي اللي هي هتساوي، هتطلع معانا ب 0.141 متر بير سكند. يعني كان السرعة داخلة أو الفلو داخل بالسرعة دي وخرج بالسرعة دي، وبعدين هتتحول للبريشر. شوف بقى ايه كمية الانرجي اللي تم اضافتها للفلو ده، البومب ما بتهزرش. طيب اجي بقى اعوض هنا في الايكويشن، معايا الار اوت، معايا الار ان، معايا التو بلوسز دول، معايا الام دوت اللي هي الرو في الكيو، وخلاص قسمت التلاتة على التلاتين على الستين علشان احسب الكيو، سوري الكيوب الكيوبيك متر بير سكند. اقدر اطلع التورك على طول، التورك هيطلع معايا بكام يا شباب؟ التورك هيطلع معايا ب 158,000 995 نيوتن متر 0.4. تمام. حاول تحل المسألة دي تاني بإيدك كده وتحس إنك أنت إزاي قدرت إنك أنت تتعامل مع الـ velocity triangle سواء عند الدخول سواء عند الخروج. تمام. طيب يا رب تكون المسألة إيه اتفهمت وتفهم بتتحل إزاي، وإزاي طبقنا مبدأ الـ velocity triangle عند الدخول وعند الخروج، بحيث إن إحنا يبقى موضوع الـ givens اللي في إيدك إزاي تقدر تطلع بيها الحاجات اللي ناقصاك في المسألة، وتبقى عارف إيه اللي ناقصك في المسألة.
تمام، ما بتتخبطش يعني. تعال نبص على المسألة رقم 4، مختلفة وسهلة. إيه بقى المسألة رقم 4؟ يقول لك بوكس المنظر ده داخل فيه فلو وخارج منه فلو، يعني داخل فيه تو فلوز وخارج منه تو فلوز. هتلاقي عندك في ماسورة عاملة زاوية كده، ماسورة تانية عاملة زاوية كده، ماسورة تالتة داخلة عدل على السنتر لاين، وماسورة رابعة عاملة زاوية كده، تمام؟ طيب، وقال لك دي نقطة زيرو، السنتر بتاع البوكس ده، حطيت لك كوردينتس اكس وواي عليها، ومديك الكيو والفلوستي عند كل فايب. قال لك هنا دخول وهنا خروج وهنا خروج وهنا دخول، مديك الكيو والفلوستي القيمة بتاعتها at each pipe، ماشي. وايه كمان؟ مديني الزوايا كمان اللي هي عاملاها البايبس دي، دي عاملة 45 درجة، دي عاملة 60 درجة، ودي عاملة 30 درجة. ما شاء الله، انا واعلق في الدرجات كده عشان ما تزهقش. طيب ايه المطلوب بقى؟ قالك find the torque required about 0.0 of the box in the figure to keep the box from rotating. يعني هو عارف ان السيستم ده لو ماشي فيه الفلو بالشكل اللي قدامنا ده هيخلي السيستم ده يروتيت. طب هيروتيت بتورك قد ايه؟ ده اللي انت تقدر تحسبه، وبالتالي لو حسبت التورك اللي هو هيروتيت بيه هتقدر تحط التورك في المعاكس ليه وتثبت البوكس ده في مكانه. طيب يبقى ساعتها هنحط تورك، هنفترض ان التورك اللي بيأثر هيبقى في الاتجاه ده بوزيتيف، ونبتدي نطبق الايكويشن بتاعتنا. طيب مبدئيا كده وبمجرد النظر، البايب دي ما بتعملش اي مومنت حوالين النقطة دي لانها بتعدي فيها، مفيش اي بريشرز هنا اتذكرت، وبالتالي التطبيق بتاعنا هيبقى تطبيق مجرد عن مومنت اوف مومنتم. يعني المومنتم كل ترم مومنتم عامل مومنت حوالين نقطة زيرو دي قد ايه. طيب ساعتها هتبص تلاقي ايه؟ هتلاقي التورك بيساوي الارم بتاع كل واحدة، يعني هتشوف ادي 30 اهو عاملة ارم قد ايه تحسبه، او انك انت تقوم واخد الكومبوننت بتاعت الفلوستي اللي تاخد اللي تقدر تاخد عليها المسافة دي. يعني انت دلوقتي عندك فلوستي داخلة ب 30 درجة اهي، خد الكومبوننت دي وخد المسافة دي اضربها فيها. نفس الكلام هنا اهو، عندك هنا زاوية 60، خد الكومبوننت دي واضربها في المسافة دي، دي خلاص طالعة بره الخدمة. هنا 45، خد الكومبوننت دي واضربها في المسافة دي، تمام؟ كويس أوي. يبقى التورك في الكومبوننت بتاعت الفلوستي التانجنشال، الكومبوننت بتاعت الفلوستي التانجنشال، الكومبوننت بتاعت الفلوستي التانجنشال هنا، والعملية تبقى معاك إيه؟ بسيطة وسلسة. عندك كيوز مختلفة، خلي بالك من النقطة دي. يبقى لو انا سميت البايب دي 1 2 3 و4، طالع بره الخدمة علشان بتعدي من السنتر لاين او بتعدي من السنتر بوينت. 1 هيبقى عندك ام دوت 1. طب استنى قبل ما تحط ام دوت 1 قبل اي حاجة، حطيت الاشارة بتاعتك؟ اه حطيت. يبقى اللي بيلف في الاتجاه ده بوزيتيف، اللي بيلف عكسه نيجاتيف. طيب وما تنساش ان سميشن m dot out or out v out ناقص summation m dot n or n v n. ما تنساش الإشارة دي، ملهاش علاقة بقى بالإشارة بتاعت المومنتس. طيب عندك inlets و outlets، تعال نشوف الأوتلتس. أدي أوتلت وأدي أوتلت، يبقى تاخد واحد واتنين الأول. طيب واحد عامل positive ولا negative؟ واحد عامل positive، يبقى m dot 1 r 1 v 1 tangential زائد ولا ناقص الخروج الثاني عامل عكس، يبقى هيبقى ناقص m dot 2 r 2 v 2 tangential. طيب ال v 1 tangential دي يعني كوزين 45 ناقص
دوت بي 2 تانجنشال اللي هي في 2 كوساين 60. 3 دخول يبقى ناقص اللي هي بتاعت الـ equation، وبعدين نشوف بقى هي positive ولا negative. هتبص تلاقيها بتلف كده، يعني مع بتلف كده مع، يبقى positive، يبقى مش هنغير الإشارة دي. يبقى هيبقى عندك هنا m dot 3 r 3 b 3 cosine 30. بس يا سيدي الأرابط موجودة عندك في المسألة، لأنه قال لك the top and the bottom are each 1 meter long. 1 meter long يعني ده وده، ده 1 meter وده 1 meter، تمام؟ and the two sides are 0.8 meter long، يعني ده كده the sides دول 0.8 meter وده 1 meter، تمام؟ يبقى R1 اللي هو ده 0.4 meter، R2 0.5 meter، R3 0.4 meter. R1 يساوي R3 يساوي 0.4 meter، R2 يساوي 0.5 meter. الـ velocity موجودة عندك already، موجودة بالمتر بير سكند على طول. وقال لك use the clockwise moments as positive. ما خدناش بال او ما خدتش بالي وانا بحل المساله دلوقتي من الجمله دي. use clockwise moments as positive، ده clockwise ولا counter clockwise؟ ده clockwise، يعني انا الحمد لله ما خدتش بالي من الجمله دي بس حليتها على الاساس. لو انا كنت هعمل counter clockwise كنت هغير الاشاره دي، يعني كنت هخليها clockwise وابتدي اراجع على الاشارات بتاعت المومنتس بتاعتي تاني. يعني لو انت عملت غلطه زي دي في الامتحان وخدت بالك قبل ما تسلم الورقه، don't panic وعادي، عدل الإشارة بتاعتك وارجع عدل الإشارات بتاعت، يعني عدل القاعدة بتاعت الإشارات وبعدين ارجع عدي على الإيكويشن وعدل الإشارات بتاعت الفورس أو المومنتس بتاعتك، وبعدين احسب الحسبة بتاعتك لو فيها أي اختلاف، تمام؟ كويس جدا. يبقى هنا هيبقى تعويض مباشر وهطلع التورك بالنيوتن متر، والمسألة خلصت على كده. طيب التورك هيطلع معانا هنا بكام؟ التورك يا سيدي هيطلع معانا في المسألة دي عشان الناس اللي بتراجع الفاينل انسر 1 ادي معلش 5114.1 نيوتن متر، وهيطلع كاونتر كلوك وايز. تمام، او سوري، انت محتاج انك انت تحط تورك كاونتر كلوك وايز بالقيمة دي، يبقى ده التورك ريكوايرد. يبقى احنا طلعنا المومنت او التورك اللي هيطلع من هنا، التورك اللي هيطلع نتيجة حركة الفلود او اللي هينشأ نتيجة حركة الفلود هيبقى نفس القيمة دي بس كلوك وايز. انت بقى هتحط عكسه اللي هو القيمة دي كاونتر كلوك وايز تورك ريكوايرد تو مينتين بوزيشن اوف ذا بوكس. تمام، كويس جدا. المسألة اللي بعده